اللغة العربية، اللغة العربية، اللغة العربية إحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم، إذ تمثل لغة 22 دولة، ويتحدث بها أكثر من 420 مليون عربي، كما أنها لغة عالمية يحتاج إلى استعمالها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في شتى أنحاء العالم، وهي إحدى اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة وتحتفي بها اليونسكو كل عام. وإيماناً بدور المملكة العربية السعودية في نشر الثقافة العربية الإسلامية بهدف تعزيز التفاهم والعيش المشترك بين كافة الحضارات والأمم بكل ثقافاتها، ولحرص وزارة التعليم في خدمة اللغة العربية وتلبية الإقبال المتزايد على تعلمها، بادرت الجامعة السعودية الإلكترونية ببرنامجها الرائد في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، برنامج العربية على الإنترنت. الجامعة السعودية الإلكترونية لديها مبادرة نوعية لتعليم اللغة العربية لكي تصل إلى المتعلم في أي وقت وفي أي مكان. متجاوزاً لعوائق التعليم التقليدي، وموفراً في التكلفة التعليمية وتبعات السفر والتنقل، يبدأ البرنامج للمبتدئين بالمدخل الصوتي الذي يعرف بالحروف والأصوات العربية، يليه المنهج التعليمي الذي وضع وفقاً للمعيار العالمي في تعلم وتعليم اللغات، وهو الإطار الأوروبي المرجعي المشترك لتعليم اللغات، مقدماً المهارات اللغوية الأربع: الاستماع، التحدث، القراءة والكتابة. ويتوزع المنهج التعليمي على 6 وحدات منجزة في 16 مستوى تعليمية، كل مستوى يحتاج إلى شهر لإكماله، وبعد إكمال المتعلم لكامل الوحدة يترشح لاختبار المرحلة التحصيلي، ولوضع هذا المنهج التعليمي المتكامل ميسراً أمام المتعلم تم إنشاء موقع arabiconline.net الذي يستطيع المتعلم من خلاله التعرف المبدئي على المنهج وكامل مفرداته بالتفصيل، وينشئ عبر الموقع سجله الأكاديمي لمتابعة مراحله التعليمية إلكترونية، ومن ثم يصل المتعلم من خلاله إلى المنصة التعليمية الإلكترونية ويبدأ مشواره التفاعلي في تعلم اللغة العربية. وفي هذه المنصة التعليمية سيتلقى المتعلم دروسه التعليمية موزعة بين الفصول الافتراضية التي يحضرها المتعلمون، ويقدمها لهم أساتذة متخصصون في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ونسبتها 25% من البرنامج التعليمي، و75% من المادة التعليمية سيتلقاها المتعلم عبر تعلم ذاتي يمارس فيه الاستماع والقراءة والمشاهدة والإجابة على التدريبات، حيث سيجد المتعلم في انتظاره في هذه المنصة التعليمية الضخمة ما يقرب من 980 ساعة تعلم، وأكثر من 25,000 مادة تدريبية مرئية وصوتية ونصية، موزعة في 412 درساً تعليمية. برنامج العربية على الإنترنت هو برنامج تفاعلي متكامل، سيجد فيه المتعلم أنه يملك كامل حريته في اختيار خطته الدراسية، وكذلك حريته في الدخول غير المقيد على هذه المنصة بكامل مستوياتها، لتكون بذلك العملية التعليمية متاحة له في أي وقت وفي أي مكان. وحتى تصل رسالتنا إلى كل الناطقين بغير العربية من الراغبين في تعلمها، تم ترجمة جميع المواقع الإلكترونية والمطبوعات التعريفية ولوحات التحكم إلى أكثر من 16 لغة عالمية حية.
ولم تتوقف جهود الجامعة السعودية الإلكترونية عند هذه الحدود الواسعة، بل قدمت اختبار الكفاية اللغوية في اللغة العربية، اختبار العربية المعياري الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وهو اختبار موجه لمتعلم اللغة العربية في مرحلة المستوى المتقدم المرتفع C1 C2 وفقا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات. يقيس مهارات متعلم العربية لغير الناطقين بها في القراءة والاستماع والتحدث والكتابة، بالإضافة إلى مهارة اللغة التي أفرد لها قسم خاص لقياس مدى تمكن متعلم العربية من مختلف الجوانب اللغوية الدقيقة، القواعد النحوية والصرفية والمعجمية والدلالية. ويطبق الاختبار الإلكتروني في أكثر من 5000 مركز حول العالم. العربية على الإنترنت ليس مجرد برنامج تعليمي، بل رؤية ورسالة سامية لتشرق شمس العربية على العالم.